مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي. معانا ومعاكم النهارده في اول حلقه لينا في شهر رمضان المبارك، بنهني مصر ونهني الامه الاسلاميه بحلول شهر رمضان المبارك، ادخله الله علينا بكامل الخير والبركات. يا رب ان شاء الله مصر دايما امنه ومطمئنه، وان شاء الله نعدي الازمه الحاليه من وجود فيروس الكورونا على مستوى العالم وعلى مصرنا الحبيبة، وإن شاء الله أزمة وتعدي. مصر عدت بكتير جدا من الأزمات، المصريين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتوا للعالم أكتر من تجربة على أرض الواقع وعلى أرض الحياة من الإيجابية والتجاوب والحب لدولتهم والبلدهم والبعضهم كمصريين وللرئيس عبد الفتاح السيسي في نفس الوقت، واستجابتهم لكل الدعوات اللي الرئيس دعا إليها المصريين من تكاتف ووقوف قدام أزمات مختلفة مرينا بيها في مصر على مدار عدد من السنوات، ومرينا بأكتر من موضوع والحمد لله رب العالمين كلها عدت بسلام بتكاتف المصريين. المصريين بيثبتوا للعالم مدى قدرتهم على تخطي الصعاب والمشاكل وعبور الأزمات. مصر عبرت كذا عبور مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في كذا أزمة وفي كذا موضوع مر على مصر في خلال الفترة السابقة، والمصريين أثبتوا مدى جديتهم ومدى حبهم لبلدهم وحبهم لبعض. بنوري للعالم دايما ملحمة من ملاحم النجاح وقدوة يقتاد بيها العالم الخارجي لمصر وللمصريين، والمصريين الجداد اللي في مصر ما بعد 30/6 هم دول المصريين اللي بيقفوا ويجيبوا حق بلدهم، هم اللي بيقفوا مع بعض ويتكاتفوا مع حكومتهم ومع رئيسهم وينفذوا كل التوجيهات والتعليمات اللي بتصدر من الدولة بالتعاون مع الشعب عشان نقدر ان احنا نعبر اي ازمة من الازمات. في البداية احنا كنا فتحنا ملف في الاسبوع السابق عن مدى ما وصل اليه ملف تقنين الاراضي المصرية التابعة لتحويلها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحويل نشاط. هيكون معانا مجموعة النهاردة من المداخلات لاستكمال الملف مع المسؤولين في الدولة، هيتكلموا معانا عن الخطوات اللي حصلت في هذا الملف، وصل فين، عملنا ايه، احنا فين، ودي تقريبا مبالغ تصل الى تريليون جنيه في انتظار الدولة ان هي تحصل عليها. هنشوف ايه الخطوات اللي وصلنا ليها على ارض الواقع وايه اللي فاضل وهنكمل ازاي. في البدايه هيكون لينا مداخله مع مهندس جمال طلعت، مساعد نائب وزير نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. هنشوف معاه مصر فين، الملف الخاص بالتقنين وصل لفين، وايه الخطوات على ارض الواقع. مساء الخير يا باشمهندس جمال. نور يا فندم، اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك وعلى مصر وعلى كل المصريين. انت بالصحه والسلامه يا فندم، وكل عام وانتم بخير علينا جميعا وعلى مصرنا الغاليه. ربنا يخليك يا جمال بيه. طبعا احنا عارفين يعني مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخطو خطوات كبيره جدا نحو التنميه، من 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 طرق جديده، من مجموعه جديده من المرافق، من انشاء مجتمعات عمرانيه جديده متكامله، إن كان العاصمة الإدارية، العالمين الجديدة، وما إليها من المدن الجديدة زي المنصورة الجديدة وما إلى ذلك. طبعا كل دي خطوات للتنمية العمرانية على أرض مصر. وكان في ملف من الملفات الهامة جدا في الفترة الأخيرة، وهو ملف تقنين الأراضي اللي اتضمت لأجهزة المدن. تمام؟ في أراضي اتضمت لجهاز الشروق، اتضمت لجهاز الشيخ زايد، لستة أكتوبر. الأجهزة ذات نفسها مساحتها كبرت عن المساحة اللي كانت فيها عن الأول، وفي أجهزة جديدة تم إنشائها زي العبور الجديدة وزي 6 أكتوبر الجديدة وزي مدينة سفنكس وما إلى ذلك. طبعا الموضوع بقى كبير جدا، فعايزين نعرف حضرتك، إحنا كنا عملنا حصر لحجم الأراضي اللي هيتم إعادة تقنينها، هتبقى في حدود تقريبا تريليون جنيه في الأجهزة المختلفة. في أجهزة بالفعل على أرض الواقع ابتدت تاخد خطوات، وفي أجهزة لسه، فعايزين نعرف منك الملف ده أخباره إيه ووصل لحد فين. خلينا نقول لحضرتك، في البداية كانت نشأة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سنة 77، هو الهدف منها إن احنا نخرج بره الوادي الضيق حوالين نهر النيل
تمام طالما المصريين كانوا بينموا او بيعملوا المدن بتاعتهم القرى حوالين نهر النيل، تمام وكان التنميه لا تتعدى في مصر 4% من اجمالي مساحه مصر اللي هي مليون كيلو متر مربع. يعني بنتكلم في 40,000 كيلو تقريبا. فالنهارده بعد العبور العظيم طبعا سنه 73 بدانا حرب التنميه او ثوره التنميه من خلال نشأة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مجتمعات عمرانية حضارية جديدة. يبقى الهدف من إن إحنا نعمل مجتمعات حضارية نموذجية. ما ينفعش إنها يبقى حوالين المجتمعات دي أي نوع من أنواع العشوائيات. تمام بالظبط. تلاحظ في الفترة السنوات الأخيرة اللي فاتت إن بدأ يبقى في شوية عشوائيات حوالين كردونات المدن الجديدة. زي ما تمام حضرتك تفضلت مثلا حوالين الشيخ زايد، حوالين 6 اكتوبر، حوالين العبور وهكذا. وحوالين الشروق بالظبط، كلهم حصل حواليهم كده فعلا. فطب ده يعني توجيهات سياده الرئيس ان ما يبقاش في عشوائيات لا حوالين المدن الجديده ولا في مصر بصفه عامه، زي ما احنا شايفين النهضه اللي بتحصل بقى لها 4 5 سنين في تحويل العشوائيات او الغاء العشوائيات وتحويلها الى مناطق حضاريه، تمام. وزي ما احنا شايفين القاهره دلوقتي بقت بتحول للقاهره الفاطميه القديمه طبعا، ورونقها الجميل بتاع والحفاظ زمان. على التراث الحضاري كمان اللي كان بيميز مصر طول عمره وشكل العماره القديمه. مظبوط، وده بيتمثل في ان سياده الرئيس لما نقل بينقل القاهره او بينقل الوزارات الى العاصمه الاداريه الجديده عشان يرجع القاهره الفاطميه القديمه الى ما كانت عليه لرونقها. بالظبط. بالظبط، فمن هنا جاء توجيهات سيادته ان احنا نقنن او نضم المساحات اللي حوالين المدن الجديده خوفا من تحويلها الى عشوائيات، وان هي تبقى تحت مظله اداره محترمه زي اداره هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. تمام. وبدانا الكلام ده من حوالي 3 4 سنين، نضم الكردونات تمام باسلوب تقنين محترم يلائم الناس، لان لازم نراعي ظروف الناس اللي لها ملكيات في الاحوزه دي، تمام، لان في ناس اتملكت من سنوات طويله ولازم نراعي برضو ظروفهم في تقنين الاراضي بتاعتهم. تمام. فبدانا نحاول او نصدر قرارات بضم الاراضي دي لكردونات المدن وتحويل الأنشطة بتاعتها من زراعي إذا كان زراعي أو غيره إلى سكني وتبقى تحت مظلة المدن المحيطة بيها. تمام. ده اللي حصل خلال السنوات اللي فاتت، ولسه احنا شغالين برضو فيه دلوقتي بأساليب تقنين محترمة. تمام. السؤال بقى دلوقتي حضرتك، القرار الجمهوري اللي صدر في 2016 كان بضم المناطق زي ما حضرتك بتقول اللي في اطار اجهزه المدن الى اجهزه المدن دي، وتكبير المساحه لجهاز المدينه ان هو يكبر عن المساحه اللي كانت عليه فيما سبق. بالظبط. تمام. وتم عمل مخططات، تم عمل مخططات في منها خلص وفي منها بيتعمل دلوقتي، مخططات للاحوزه او المساحات اللي تم ضمها للمدن دي اللي يملكها برضو بعض الأشخاص أو الجمعيات، تبقى ضمن مخطط محترم يضم إلى المدن الجديدة. طيب تمام. دلوقتي حضرتك كنتوا عملتوا تسعير للتقنين أو لإعادة التقنين للضم ده، تمام؟ كل مدينة أيوة. بسعر وكل منطقة في المدينة بسعر، تمام؟ مش كله حضرتك صدر له أسعار. إحنا كنا بنعمل تقنين. تمام. الأول بنعمل مخططات، وبعدين في عندنا اما تقنين اما عيني مقابل عيني ياخد ارض او تاخد او فلوس او بسعر، فكل حاله بحالتها. تمام. كل حاله بحالتها. تمام. فاللي عنده اي مساحات موجوده في داخل، سواء اذا كان يعني اكتوبر لوحدها، تمام، الحزام الاخضر بتاع اكتوبر ده لوحده، تمام، الاراضي اللي حوالين الشيخ زايد في مساحتين في شرق المدينه وفي غرب المدينه اللي هو قرار 230 وقرار 77، دي لوحدها ودي لوحدها، وبرده العبور الجديده وبقيه المدن، كل منطقه لوحدها ولها سعر لوحده.
تمام. طيب ليه بقى ما حصلش شكل من اشكال التفعيل عشان يبتدوا الناس يدفعوا فلوس للتقنين؟ لان لا قطعا مفتوح يا فندم، مفتوح، واي مواطن او اي جمعيه او خلافه تمام. تقدر تتقدم مباشره تمام. لجهاز المدينه وتتعامل معاه. هم هو يعني في اجهزه فعلت بالفعل، يعني مثلا جهاز الشيخ زايد أيوة. بالفعل ابتدى يعمل اجراءات تقنين وابتدى ياخد من الناس في اراضي معينه اتعمل فيها حساب زي ما حضرتك بتقول، ارض ينتقص منها جزء ويستكمل المشروع على المساحه المتبقيه اللي هو المقابل العيني. بالظبط، دول مقابل عيني بس المقابلات الماديه لسه ما فيش اجهزه ابتدت تاخد فلوس. يعني انا اللي بسحرك عليه طالع قرارات للشيخ زايد، بس انا مش حافظ الارقام. لا انا مش بتكلم على الشيخ زايد، انا بقول ده الشيخ زايد من الاجهزه اللي فعلت، ده من الناس اللي اشتغلت بالفعل. لا كمقابل مادي موجود للشيخ زايد وال6 اكتوبر برضه. تمام. طيب بقيه الاجهزه بقى زي العبور وزي الشروق دول في حاجات لسه تحت الدراسه، في بعض المدن تحت الدراسه. تمام. ويقدر برضه المواطن يتقدم بطلب ونبدا هم خدوا الملفات، هم بالفعل في اجهزه المدن تلقوا ملفات بس هي. لما جه موضوع الكورونا قالوا احنا مش هنقدر نعامل الجمهور. ما انا ما بتكلمش على الشيخ زايد، انا بتكلم على بعض الاجهزه، مش كل الاجهزه كده، يعني في اجهزه متجاوبه وشغاله ومنهم الشيخ زايد. يعني يمكن الشيخ زايد ده الحصان الاسود اللي في الاجهزه كلها عندكم. يعني المهندس مصطفى فهمي شغال يعني على اتم وجه، يعني بيتعامل مع الناس وفعلا ابتدى ياخد ملفات وابتدى يشتغل في الموضوع كويس. انا بسال على بقيه الاجهزه اللي في الجنب الشرقي اللي هم بقى العبور الجديده والعبور والشروق، ما حصلش يعني اخذوا الملفات بس لسه ما فيش شكل من اشكال الاكشن. يعني لازم يبقى عنده مخطط معتمد علشان يقدر يتعامل بقى مع المواطن. تمام. ممكن يبقى لسه المخطط بتاعه لم يعتمد، اول ما يعتمد ان شاء الله. معلش عشان كان بس في شويه هدوء في الفتره اللي فاتت عشان الكورونا. تمام. انما ان شاء الله احنا في عندنا توجيهات من دوله رئيس الوزراء، من الدكتور عاصم الجزار رئيس وزير الاسكان، بان احنا نبدا نشتغل بمعدلات عاليه، مع طبعا الاجراءات الاحترازيه الكامله، ان احنا نحافظ على اولادنا واخواتنا من الموظفين والعاملين طبعا في الشركات وهكذا. في اي، ما انا بقول لحضرتك، اي مواطن عنده اي استفسار او حاجه عن التقنين يتقدم لجهاز المدينه. المخطط اول ما يخلص على طول، اول ما يعتمد هنقدر نحط سعر، يبقى موجود سعر للمدن اللي ملهاش لسه اسعار للتقنين المادي. لا هو في مدن عندها اسعار بس ما ابتدوش ياخدوا فلوس. انا بتكلم على قصه ان هم ليه ما بياخدوش بقى الفلوس ويبتدوا يشتغلوا، يعني السعر موجود خلاص، هم عارفين بكام تقريبا. لا 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 لا، هو يبقى المخطط لسه بس ما خلصش، لم ما اكتملش. تمام. يعتمد المخطط ان شاء الله خلال الكام يوم اللي جايين. تمام. نبدا نشتغل على طول. طيب كان في مقترح برضو لو 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 لم اذكر على حضرتك، يعني معلش. اتفضل. ان ليه ما نتعاملش برضو زي الـ 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 زي ما الحكومه ابتدت تتجه انها تبقى الكترونيه؟ يعني مثلا التعليم اتقلب كله الكتروني، انتوا عندكم في الهيئه ابتدوا يقولوا ممكن تبعت ملفات الرخص على الايميل. أيوة. وفي جهاز زي برضو جهاز الشيخ زايد ابتدى يتلقى طلبات للرخص على الايميل. لا كل الاجهزه حضرتك اعلنت، كل الاجهزه، الشيخ زايد 6 اكتوبر، القاهره الجديده، العبور، الشروق، اعلنوا على المواقع بتاعتهم ان يقدر المواطن يتقدم بالملفات بتاعته. تمام. عن طريق الموقع. تمام. ونشوف استفساراته ونرد عليه بالموقع على طول. تمام. يعني ممكن التعامل يعني ابتدى يبقى في حركه الكترونيه على شبكه الهيئه. بالظبط. طيب. لا احنا كل التيسيرات طبعا دي توجيهات سياده الرئيس، ان احنا نحاول نقلل بقدر الامكان التعامل البشري، طالما ان احنا نقدر نعمل من غير التواصل ده الجسدي ننفذ على طول. وحتى لو في دفع فلوس، ما هو ممكن يبقى عن طريق تحويلات بنكيه، يعني يبقى في رقم حساب للجهاز ويتم تحويله وخلاص، يعني مش لازم يبقى مباشر يعني. بالظبط يا فندم، بالظبط. تمام. طيب خلاص، احنا بعد الهوا ناخد من حضرتك الايميل بتاع التواصل ده ونبقى ننزله معانا في البرنامج برضو، شكل من اشكال التواصل ما بين الهيئه وما بين الاجهزه، ونساعد يعني في الموضوع. نكتب بأي موقع لأي مدينة. تمام. المدينة اللي احنا عايزينها هنلاقي الموقع التواصل بتاع المدينة مباشرة. تمام. وبرضه بتاع الهيئة موجود عندنا. تمام. تحت أمر حضرتك. متشكرين جدا يا جمال بيه.
تعبناك يا باشمهندس، ألف شكر ليك وكل سنة وحضرتك طيب. طيب ونتمنى بقى تشرفنا مرة في البرنامج كده إن شاء الله نفيد الناس بالمعلومات الجديدة اللي عندكم في الهيئة كلها. إن شاء الله يا فندم. ألف شكر، شكرا يا جمال بيه، شكرا شكرا. ده هيكون معانا كمان مداخلة مهمة جدا مع رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس عبد الرؤوف الغيتي. مساء الخير يا باشمهندس عبد الرؤوف. مساء الخير يا فندم. إزاي حضرتك عامل إيه؟ كل سنة وانت طيب بمناسبة رمضان، ويا رب يكون رمضان سعيد عليك وعلى أسرتك وعلينا وعلى جهاز الشروق المنور بوجودك يعني. وانت بس صحة السلامة يا فندم، مبارك مبارك الشهر الكريم علينا وعليكم إن شاء الله. معلش احنا كان معانا بس مداخلة قبل حضرتك مع جمال بيه طلعت مساعد نائب وزير الإسكان، فعشان كده بس إيه اتأخرنا عليك شوية. إزاي حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله يا فندم. أخبار الشروق على حسك إيه؟ سامعين الدنيا هناك على قدم وساق يعني. أنا بس عاوز أصحح معلومة من الرحلة اللي قلت فيها للمهندس جمال إن مدينة الشروق ما حصلش فيها تقديم طلبات بالنسبة لا ما قلتش، أنا قلت تقدمت طلبات. إحنا تقريبا على فكرة على فكرة أنا كنت عامل مع حضرتك لقاء في شهر 8 اللي فات، وحضرتك كنت بتتلقى الطلبات قبل الأجهزة كلها، يعني أنت من الأجهزة اللي ابتدت تتلقى الطلبات من بدري. احنا لحد دلوقتي تقريبا دخل لنا 4017 طلب تقنين. تمام. المستوفي منهم شروط الاعلان واستلمناها فعلا بحدود ال 1604 طلب. تمام. عملنا ارشاد مساحي ل 630 قطعه منهم. عينيه. ارشاد مساحي، المشكله في العقود دي ان ما فيش فيها احداثيات. تمام. لازم يجي صاحب القطعه بنفسه ويقول لنا دي القطعه بتاعتي وبحدودها. تمام. نبدا نرفع الحدود المساحيه بتاعتي. تمام. انهينا دراسه سبع ملفات كبار بمساحه 300 فدان، وخدنا تقريبا 18 مليون جنيه تحت حساب العلاوات منذ فتح باب التقديم في شهر 1/2020. 18 مليون دول تحت حساب ايه؟ التقنين. اه يعني حضرتك تلقيت فلوس بالفعل؟ اه طبعا. اه يعني انتوا بالفعل ابتديتوا تفعلوا الموضوع؟ احنا فعلناها بناء على الاعلان اللي صادر في الجرايد من 1/1/2020. تمام. احنا فعلنا وبدانا نقر العقود الموجوده عندنا ما دامت مستوفيه للشروط. تمام. اه المستوفيه للشروط بتاعه التقنين. ايوه طبعا. وبعدين بقى بتبتدوا تاخدوا المقابل المادي. الاول بنبعت له المطالبه، مطالبه تغيير النشاط ومطالبه المرافق، ونشوف العميل طريقه السداد سواء كاش او توقيت طبقا لقرار مجلس الوزراء. تمام. اه يعني انتوا شغالين بالفعل؟ ايوه احنا شغالين من واحد واحد. بس انتوا كنتوا وقفتوا فتره عشان موضوع الكورونا ده يتهيألي مش كده؟ احنا بس واقفين اسبوعين كده، وان شاء الله قريبا هنكمل تاني طبقا للاعلان يعني. طب انا عايز عليك سؤال، هو مش ممكن يبقى التعامل ده يعني مثلا عن طريق منصه او عن طريق الايميل او عن طريق كده، يعني بدل ما انت برضو يبقى عليك عبء في الجهاز مع المواطنين؟ لا بص يا فندم، سيادتك بتتكلم في عقود. تمام. العقود دي ما ينفعش اتحقق منها اونلاين. اه لازم تشوفها عينيا. لازم العقد الاصلي يكون موجود. اه هم المفروض المفروض الخطوات ان هم بيقدموا لحضرتك الورق ده، وبعدين حضرتك تدرسه تتاكد من صحته، وبعدين تدفعه. اه طبعا. في لجنه موجوده في الجهاز تتاكد من صحه الورق وتتبعه. تمام. وتتاكد من قانونيته، وبعد كده ابدا اتعامل مع العميل واعمل له محضر اقرار للمستندات اللي معاه واقر بيها اذا كانت سليمه. تمام. واعمل له قرار تخصيص مؤقت لحين اعمل العقود ان شاء الله. اه يعني تاخد فلوس من تحت حساب التقنين. ايوه يا فندم، عندنا العلاوات تغيير نشاط مسعره. اه ليها انا فاكر حضرتك لما اتقابلنا كنت قلت لي المتر تقريبا من 800 ل 1400 صح كده؟ بيبدا من 530 للمساحات الصغيره. من قد ايه؟ 530 جنيه للمساحات الصغيره، ده سعر تغيير النشاط بدون قيمه المرافق. بدون قيمه المرافق؟ اه ده سعر آه. غير مرفق. اه ده سعر لسه في علاوه المرافق بتسعر دلوقتي. تمام. طيب والمناطق اللي تم بالفعل تقاضي الفلوس الرابية. عليها دي الرابية، احنا شغالين حاليا بمنطقه الرابية. اه وهي ديت اكبر منطقه عندنا، احنا متوقعين هتقدم لنا فيها مش اقل من 30,000 طلب يعني. تمام. دول اتقدموا بالفعل ولا لسه تحت التقديم؟ لا احنا جالنا 4000 4000. اه وفي حالات بالفعل ابتدت تتفعل.
طبعا، وفي اكتر تقريبا 6 حالات خلاص يعني بنقفلهم دلوقتي. طيب احنا عايزين برضو ايه يعني، يعني بص عبد الرؤوف بيه، انا شخصيا كابراهيم الشواربي انا قابلت حضرتك في الجهاز وخدت جوله في الشروق من فتره، مش عارف حضرتك تتذكر ولا لا، الموضوع كان من كذا شهر يعني، وشفت اللي انت عامله في المدينه يعني، يعني انت عامل شغل على ارض الواقع يحتذى بيه يعني، يعني حاجه عظيمه جدا، وعارف ان انت حتى الموضوع التكاتك منعتها في المدينه، يعني بتعمل تنميه جوه الجهاز ان المدينه تبقى بشكل متميز. مش الموضوع مش مجرد تكاتك، هو موضوع مواجهه اي مظهر من المظاهر العشوائيه، بالظبط، سواء بقى كان باع جائلين، اسواق عشوائيه، تكاتك، تروسيكلات، عشر في السطوح، الحاجات اللي هي بتشوه المنظر العام بالمدينه وتتعارض مع الذوق العام. تمام. الحاجات دي انا ضدها قلبا وقالبا، وبناخد ضدها الاساليب القانونيه المتبعه لمنعها وعدم تواجدها بالمدينه. أنا بس عاوز أنوه إن إحنا إن شاء الله السنة دي إن شاء الله. سنة 2020 هي السنة اللي أتخضر فيها مدينة الشروق بالكامل. إن شاء الله. هي المدينة كان مزروع فيها تقريبًا 250 فدان خلال الفترة الماضية. إن شاء الله خلال العام الحالي إحنا مستهدفين نزرع في حدود 320 فدان أو 340 فدان في المنطقة الشرقية، وبالتالي بقى مدينة الشروق بالكامل أصبحت مدينة صديقة للبيئة. تبقى كلها صديقة للبيئة. ان شاء الله، وده هيكون بالري بمياه المعالجة ثلاثية من محطة المعالجة بتاعتنا ان شاء الله. مية الصرف تتعالج وتسقوا بيها الجناين. ان شاء الله، احنا ما بنرويش مياه حلوة، احنا حاليا بنروي من مياه صرف معالج ثلاثية. عاوز انوه برضو ان احنا مدينة الشروق حاليا احنا عملنا مدخل جديد اللي هو المدخل الثالث على طريق جمال عبد الناصر، اللي بكوبري للقادم من اتجاه القاهرة والراغب في دخول مدينة الشروق. كان الأول عشان يخش على المنطقة الشرقية بالمدينة كان لازم يروح لفة من عند مدينة بدر. تمام. دلوقتي بقى في عندنا كوبري بيربط العاصمة الإدارية بمدينتي بالشروق بدوبلس على الرابط الثالث أو محور جمال عبد الناصر، اللي إحنا إن شاء الله بصدد شهرين ننتهينا من المحور ده بالكامل في عرض 5 حارات في كل اتجاه. المحور ده خلق منطقة تجارية للمدينة بطول الواجهة الشرقية بالكامل في حدود ال 130 فدان، وديت هنطرحها ان شاء الله تباعا على السادة المستثمرين والاستثمار فيها، وهي دي منطقة واعدة جدا لمدينة الشروق. تمام. هو حضرتك الجزء اللي حضرتك بتقول عليه بتاع مدينة الرابية اللي كنت بتقول عليه ده بره عند ده عند الطريق التاني عن طريق اسماعيلية مش كده؟ محصور بين الطريق دائري الاقليمي وطريق الاسماعيلي. دي ابتدت تتقنن بالفعل. احنا بدأنا تقنين الناس في المساحات الكبيره دلوقتي. في المساحات الكبيره. تمام. طيب. طيب احنا عايزين برضو نبقى نتابع مع حضرتك، طبعا هو انا عارف ان حضرتك ما بتاخرش في المعلومات وشغال في المدينه بشكل مميز يعني. نتابع بس الملف عشان نبقى يعني مواكبين للموضوع يعني، نشوف واصل لفين والدنيا ماشيه ازاي. انا عارف ان انت ان انت يعني قلبك جامد في الجهاز وشغال كويس يعني، مش يا فندم مفيش اي مشكله، والمعلومه موجوده وفي اطار القانون يعني. تمام. طبعا نتمنى لك التوفيق، وهي بس النقطه بس انكم ايه يعني اكيد الملف كبير، فطبعا محتاج فتره زمنيه مش سهله يعني. هو ان شاء الله مستهدفين ننتهي من استقبال الطلبات شهر 30/10 من الاستقبال. في خلال الفترة دي احنا بندرس وبنطلع منتج ان شاء الله، وقريب يعني في خلال 6 7 شهور بعد شهر 10 تكون انتهينا ان شاء الله. من دلوقتي لحد شهر 10 تكونوا خلصتوا استلام الملفات ودراستها وتخلصوا. لا يا فندم، من النهارده لحد شهر 10 اكون انتهيت من استلام جميع الملفات. انا في عندي جمعيه منطقه الرابيه، في جمعيه السلام، في جمعيه الدواجن، في جمعيه طيبه. تمام. كل منطقه من دول ليها مواعيد بتقدم فيها ملفات بتاعتها. تمام. انت لا تتخيل عدد الملفات اللي بتيجي والملفات المنبثقه، يعني اللي واخد 10 فدادين مقسمهم على 40 50 واحد. اللي كتير. واخد لا طبعا. تمام. كان في احد الملفات جالي تحت الملف 1000 عميل تحت ملف واحد. من جوه الملف. من جوه الملف الواحد 1000 عميل، ومطلوب مني انا كجهاز المدينه ان انا اتحقق واتاكد من ال 1000 عميل دول. تتاكد من مدى صحه ورقياتهم. طبعا طبعا. لا يمكن تتخيل المجهود
مبسوط في الموضوع يعني. ده بيشتغل في كده العقاريه والشؤون القانونيه كمان يعني، بيدرسوا ملف قانوني ويدرسوه؟ عندي لجنه من المتاحه والمشروعات والشؤون العقاريه والشؤون القانونيه. عشان يدرسوا الملف يشوفوا مدى الورق وصحته والدنيا ماشيه ازاي. طبعا 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 طبعا. تمام. طيب نتمنى لك طبعا التوفيق يا عبد الرؤوف بيه، ودايما يا رب الشروق تبقى ماشيه كويس على حسك، ورمضان كريم، وكل سنه وانت طيب. الله اكرم فندم، وشكرا جدا لتفضل الجميل. الله يخليك، تعيش عبد الرؤوف بيه، ربنا يخليك. دي اعزائي المشاهدين كانت تاني مداخله لينا مع المهندس عبد الرؤوف الغيتي رئيس جهاز مدينه الشروق. هو قال بالفعل ان هم ابتدوا يتلقوا طلبات التقنين وبيدرسوا مدى جدية الورقيات وبيراجعوا العقود وبيشوفوا عشان يقدروا ان هم يكملوا ملف التقنين وان هم ياخدوا اجراءات على ارض الواقع. وهنكمل معاكم مع نفس موضوعنا، هيكون لينا مداخلة دلوقتي مع المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء في الجمعية المصرية لرجال الاعمال. مساء الخير يا باشمهندس فتح الله. اهلا، مساء الخير، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه، كل سنه وحضرتك طيب، ورمضان كريم عليك يا رب وعلى اسرتك وعلى كل حبايبك. الله يخليك. طبعا حضرتك كنت شرفتنا قبل كده في البرنامج، وطبعا يعني حضرتك يعني زي ما بنقول ايه، كتالوج عقاري يعني. لا ربنا يخليك تحت امرك. يعني ربنا يديك الصحه يا باشمهندس، يعني كل اشكال الاستثمار اللي حصلت في مصر حضرتك مواكبها وعايشها وشايفها وكل حاجه. وفي مناطق مختلفة. عايزين نسألك، حضرتك شايف السوق العقاري رايح فين مع أزمة الكورونا؟ بص، أزمة كورونا ما أثرتش على السوق العقاري بس، أثرت على كل القطاعات الاقتصادية اللي موجودة في البلد. تمام. سواء صناعة، سواء عقاري، سواء مقاولات، سواء زراعة، يعني كل الأنشطة هيتأثرت تأثير كورونا. ونرجو كلنا طبعا إن الأزمة دي تنتهي على خير وترجع الحياة الاقتصادية زي المعتاد. بس يمكن حقيقي، يمكن انا بقول الازمه المحنه اللي احنا عدينا فيها منحه كويس جدا. يمكن اهم حاجه فيها خلتنا نستخدم تكنولوجيا في التواصل، في التكنولوجيا في التعليم عن بعد، التكنولوجيا في الاجتماعات، تكنولوجيا العمل عن بعد. يعني معظم الشركات النهارده ابتدت بتشغل 50% من طاقه الموظفين وهي قاعده في البيت، وده يعتبر ترند جديد او حاجه جديده حقيقه انا اعتقد تستمر معانا بعد كورونا. هيبقى اسلوب جديد للتعامل عن طريق البعد. مظبوط، نفس موضوع التعليم برضه، هيبقى برضه في تعليم عن بعد، فدي فيها منحه جيده على مصر. ولكن بالنسبه للسوق العقاري بالذات اتاثر طبعا زي كل القطاعات الاخرى. انا اعتقد يعني لو اقول مثلا خطه البيع لو بتتم بنسبه 30% عن المخطط اللي كان المفروض بتتم فيه، تحصيل الشيكات اتاثر بنسبه 30 او 40% ايضا من بعض الشركات. نرجو ان طبعا متوقع ان على بدايه يوليو القادم مع موسم الصيف ترجع النشاط في القطاع العقاري تدريجيا. طب انا عايز اسال حضرتك على حاجه. يعني دلوقتي الفجوه اللي هتحصل جوه التحصيلات في الشركات نتيجه الازمه الاقتصاديه اللي موجوده، يعني يعني اكيد حضرتك النهارده لو في شركه ليها فلوس عند عملاء اكيد المتحصلات دي هتبقى متاخره. وهل الناس دي لو هم ذات نفسهم شغلهم او البيزنس بتاعهم او تجارتهم متلخبطه اكيد هم كمان هتبقى تدفقاتهم متلخبطه، فاكيد هيبقى في فتره فيها شكل من اشكال التذبذب في السوق، يعني اكيد ده هيعمل مشكله. اكيد، بس في شركات كبيره ممكن تتغلب على الكلام ده من اقتراض من البنوك وسعر الفايده بقى قليل فاصبح تكلفتها قليله. وفي بعض الشركات ممكن النهارده يكون عندها شويه تاخيرات في التسليم المعتاده في السوق. فقدام تاخير التسليم هو ياخر التحصيل فالدنيا تمشي جنب بعض. ايوه تمام. طيب وحضرتك شايف الـ 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 البيع بقى والتسويق من جهه حضرتك اتكلمت عنها، طيب التنفيذ بقى
في ظل الظروف دي، هل هيبقى ماشي ولا الناس هتبطئ الحركه؟ لا لا ابدا، التنفيذ ماشي بس بايه؟ بمعدلات 50 او 60% من المخطط. تمام. نتيجه الازمه الموجوده، نتيجه تحت الاجراءات الاحترازيه اللي لازم ياخدها للعماله، نتيجه ان العماله لازم اوفر لها مكان اقامه في الموقع علشان ما تخرجش وتروح وتيجي باتوبيسات او تروح تسكن وتختلط ناس ثانيه. يعني دي كلها معدلات طبعا بتقلل معدلات التنفيذ ل 50 60 60% على الاقل عن المعدلات المخططه لاي مشروع. تمام. فهمت. يعني هيبقى في بس في الجدول الزمني شكل من اشكال الشورتج بس بسيط للفتره دي لحد ما تعدي. مظبوط. لحد ما تعدي. طيب توقعات حضرتك بقى لما بعد ازمه كورونا. ايوه. حضرتك قلت توقع للسوق ان هو هيبتدي يتحرك عن طريق الكتروني او عن طريق الانترنت عن بعد، يعني هيبقى في دوره بتدور جوه السوق او جوه التجاره عن طريق اللي هي بتقال عليها اي كوميرس يعني. مظبوط. توقعاتك بقى لارض الواقع في البيع فيما بعد ازمه الكورونا، يعني احنا متعودين دايما ان العقار يعني اضمن قيمه ممكن تحافظ فيها على فلوسك هي العقار. ايوه. دايما طلب السوق بيعمل شكل من اشكال التحويش، يعني زي الادخار، زي ما يكون العميل مدخر انه قرر انه يشتري لحد ما الازمه تعدي وبعدين يشتري. هل حضرتك تشوف، انا بقول لك متوقع ده شهر يوليو يبدا. تمام. حضرتك تشوف ان النهارده في ظل الازمه الشركات اللي بتقدم عروض مميزه للعملاء تعتبر فرصه للعميل ان ياخد قرار شراء دلوقتي؟ بالتاكيد 100% ده فرصه. دي العروض في الشراء في الازمه والشركه محتاجه ان هي تبيع عشان كده بتقدم عروض، وعروض تنافسيه شديده جدا، دي بتبقى فرصه للعميل ان هو يشتري. تمام تمام. يعني احنا نقول للناس ان احنا دلوقتي عندنا فرصه شراء لان الشركات مقدمه عروض مميزه في خلال الازمه الحاليه مش هتبقى موجوده بعد كده. اكيد بالتاكيد. دي فرصه. تمام تمام. طبعا احنا طبعا بنشرف دايما بوجودك معانا فتح الله بيه، وسعداء بمداخله حضرتك، وكل سنه وانت طيب للمره الثانيه، والى ان نلقاك على خير ان شاء الله. ان شاء الله. متشكر جدا. ربنا يخليك. تعيش يا فتح الله بيه. الف شكر يا فندم. ميرسي. دي زي ما احنا شايفين يا جماعه مع بعض، احنا بنشوف اللي بيحصل جوه الملف وجوه ملف العقارات اللي موجوده على ارض الواقع. معانا مداخله كمان مع المهندس محمد رجب رئيس جهاز دمياط الجديده. مساء الخير يا محمد بيه. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. طيب يا بيه، كل سنه وانت طيب. رمضان كريم عليك وعلى اسرتك وعلى دمياط كلها واهل دمياط المميزين في حاجات كتير، في الحلويات وفي الاساس في حاجات كتير يعني. طبعا يعني عطله مميزه بالحلويات وكده. بالظبط يعني. ربنا يديك الصحه. اخبار يكرمك يا بيه، ربنا يصلح لك الحال. اخبار جهاز دمياط الجديده ايه على حس حضرتك؟ الدنيا ماشيه الحمد لله، الامور ماشيه من ساعه ازمه كورونا، واحنا طبعا ماشيين بالتوازي. تمام. شغالين في جميع المشروعات عشان نخلص في المواعيد المحدده. ومع ان احنا واخدين طبعا جميع الاجراءات الوقائيه والاحترازيه لجميع الشركات العامله في المدينه. تمام. ده طبعا بالاضافه ان احنا بنعمل عمليه تعقيم متطهره على طول بصفه مستمره للمنشات الحكوميه، وتعقيم بالنسبه للشوارع التجاريه في المدينه. والحمد لله احنا شغالين يعني ماشيين بانتظام وبتوازي عشان بس نحافظ على ان نخلي عجله التنميه والاقتصاد مستمره وماشي على طول. ما بين التنفيذ على ارض الواقع وما بين المحافظه على المواطنين من من التعامل جوه الاماكن العامه. محافظه على المواطنين رقم واحد. تمام. طيب والتوازي معاه احنا ماشيين عشان عجله الاقتصاد تبقى مستمره وعجله التنميه تبقى ماشيه بصفه دايمه، وان احنا عندنا مشاريع كبيره جدا في السنوات الاخرانيه دي، وان احنا في ملتزمين بنهوه في مواعيد محدده. تمام. فطبعا كان لازم لابد ان احنا نحس الشركات كلها على الشغل وعلى دفع العمل بصفة، سواء إذا كان طبعا مع الحفاظ على كافة العاملين، من احنا بنمر على المبيت العاملين، بنمر على الموظفين اللي في الجهاز. أهم حاجة طبعا في الشركات إن احنا حسناهم إن هم يلبسوا الكمامات ويقيس درجات الحرارة بصفة مستمرة، وفي ممرات تعقيم موجودة في المواقع، وفي متابعة مستمرة يوميا
بحيث ان لو في اي حاله لحد دلوقتي الحمد لله ما فيش حالات في الشركات عندنا لا في دمياط ولا في المنصوره الجديده. ما شاء الله ما فيش حالات اصلا. لا لا الحمد لله. مسيطرين الحمد لله. بياكلوا بشبك. يمكن الحلويات بتعمل مناعه. الحلويات وبعدين انتوا عندكم سمك يعني فاكيد السمك والحلويات ما احنا من المحافظات الساحليه طبعا، طبعا المحافظات الساحليه دي بتتميز بالاسماك وكده. طبعا اكيد اكيد البحر ده برضو فيه مواد بتحافظ على المواطنين ضد الكورونا يعني فاكيد صحتهم كويسه عن الناس. الحمد لله احنا في يعني في خطه موجوده ان احنا طبعا بنمر بصفه مستمره على الشركات العامله في المدينه وبنتابعهم ودايما بنجتمع بيهم وبنحس الناس انها تكون حريصه على نفسها عشان طبعا حرص على المواطن وفي نفس الوقت نكون احنا ماشيين بمعدلات تنفيذ منتظمه جيد علشان احنا عندنا مشاريع كتير جدا في المدينه كان طبعا هيتم تسليمها سواء سكن مصر او سواء جنه او سواء الاسكان المتميز او سواء قطع الارض المرفقه تمام لبيت الوطن او قطع الاراضي اللي هي الاكثر تميز تمام. ده طبعا بالاضافه الى مشاريع الطرق الهامه في للمواطن واعمال لرفع الكفاءات سواء زراعه او سواء اناره تمام. طبعا مع الحفاظ على منظومه المياه والصرف المستمر لخدمه المواطنين تمام. طبعا بالاضافه للخدمات الموجوده في المدينه سواء خدمه اللي هي المواقف الاقليميه والاسواق والمدارس وال يعني بتحاول تحافظ على المنظومه ساريه زي ما هي وفي نفس الوقت طبعا لازم نحافظ المحافظة على المنظومه بحيث انها بنأدي جميع الخدمات للمواطنين بصفه طيب. مستمره وعلى جوده عاليه وجنبيها الجانب الصحي طبعا تمام طبعا. تمام ربنا يديك الصحه الحمد لله يعني ويا رب موفق كده ان شاء الله ودايما دمياط والمنصوره مميزين سعداء ببرنامجكم ده طبعا ربنا يخليك الله يكرمك يا استاذ تعيش 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 يا محمد بي ربنا يخليك كل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه وان شاء الله تشرفنا مره بقى في البرنامج ونجيب صور من دمياط ونوري الناس الانجازات اللي على ارض الواقع والدنيا ماشيه هناك على قدم وساق يعني تعيش 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 يا محمد بي الف شكر ليك شكرا يا باشمهندس محمد اعزائي المشاهدين هيكون لنا كمان مداخله هامه جدا مع دكتور مهندس محمد عبد الغني عضو لجنه الاسكان بمجلس النواب هنتكلم معاه برضو عن وضع السوق ووضع ملف التقنين الأراضي في مصر. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير إبراهيم بإذن الصحة وكل سنة وأنت طيب وكل مشاهدينك بخير كل سنة وأنتم طيبين جميعا. كل سنة وحضرتك طيب ويا رب دايما بصحة وحضرتك وأسرتك وأولادك وكل حبايبك كده بكل خير دايما. ربنا يحفظ مصر كلها إن شاء الله. ربنا يخليك يا محمد بيه. احنا كنا بنتكلم عن مبادره ل ل ل لتفعيل او تسريع ملف تقنين الاراضي الخاص بالمساحات اللي اتضمت لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده في اجهزه المدن. يعني حضرتك لو متابع طبعا عارف طبعا اجهزه المدن كلها مساحتها كبرت يعني الشيخ زايد اكتوبر الشروق العبور بقى في اجهزه جديده كمان في الشروق في العبور الجديده في جهاز اكتوبر الجديده يعني بقى في اجهزه كتير بملفات جديده اراضي تحولت من اراضي صحراويه لمجتمعات عمرانيه جديده او من زراعيه تم تحويلها لمجتمعات عمرانيه جديده. فكنا بنتكلم في اليه لتسريع هذا الملف يعني ازاي الملف ده يتم تفعيله كويس او تسريعه بحيث ان النهارده الملف ده حصرا على الورق بتتكلم في حدود تريليون جنيه. الحقيقه الموضوع ده مهم جدا وبيمس عشرات الالاف او مئات الالاف من الاسر اللي كانت حاطه استثمارات في الاماكن اللي تم ضمها يعني سواء في اكتوبر او في العبور او في الشروق يعني الناس خصوصا كان فيها مساحات اراضي زراعيه زي المنطقه اللي في العبور وفي الشروق ونفس الحكايه في اكتوبر او اراضي صحراويه ومملوكه للاهالي والناس يعني متحمسين او مستعدين هم ايوه بالظبط مستعدين هم يدفعوا الفلوس فاحنا عايزين نشوف ازاي يعني النهارده حضرتك احنا النهارده في ازمه العالم كله في ازمه اقتصاديه وانت عندك بالزبط. مواطن عنده استعداد يدفع فلوس طب ما عايزين اليه تسرع الموضوع هي ده هو ده المشكله اعتقد يعني
يعني لازم يبقى فيه جزء من اعمال التدريب بس الحماس في اجهزه المدن لان هم يهتموا بهذا الملف ويتعاملوا معاه باولويه قصوى. هي المشكله مثلا كل ما المواطنين، احنا الشكوى اللي بتجي لك كعضو في مجلس النواب من المواطنين، احنا جاهزين ومش عارفين نعمل ايه، كل ما تمام بالظبط. هي الجزئيه اللي بتتكلم فيها دي يا دكتور محمد هي الحقيقه، هي دي ارض الواقع. انت بتتكلم في ان الناس فعلا معاها الفلوس وعندها نيه السداد ومش عارفه تدفع ازاي، او يعني الاليه بطيئه يعني. فاحنا يعني الحقيقه انا شايف ان اهم حاجه برضو يعني جزء من الموضوع عند اجهزه المدن ان الناس الملف كتير جدا ومش متعودين على التعامل مع ملف هذه الضخامه، وبالتالي محتاجين ان هم يعني ياخدوا يعني زي تكليفات محدده من الوزاره ومن الهيئه بتدريب العاملين على التعامل مع هذه الملفات وعمل نظام محدد بخطوات محدده معروفه للناس كلها سواء الموظفين او المواطنين، ويقدروا يمشوا عليها ويفعلوا هذا الملف، لان التهاون فيها يخلينا نصل زي ما وصلنا في قانون التصالح على المخالفات لبعض الناس اللي ما بقاش في جديه عند الناس. بالظبط، الناس بعد شويه بيجي لها احباط وبتبقى خلاص مش عايزه تتفاعل يعني. بالظبط، يعني الناس كانت متحمسه القرار مهمة جدا، لان ده كمان قرار يعني ده قرار جمهوري، يعني الرئيس طلع قرار والناس بقت فرحانه بيه، قرار مبسوطين ان الاراضي هتتعمل والدنيا هتتظبط، يعني الناس عايزه تتفاعل. مع ان الحقيقه هيئه المجتمعات من اكثر الاجهزه اللي المفروض الموظفين فيها يعني بياخدوا رواتب كويسه. انت عارف برضو يعني في لا هم كويسين بس الملفات يعني انا كان معايا مداخله قبل حضرتك مع مهندس عبد الرؤوف الغيتي رئيس جهاز الشروق، بيقول لي قطعه جوه جمعيه فيها 1000 ملف، يعني ما انت برضو يعني الموضوع برضو لازم يبقى له شكل آلية ينفع ان هو يبقى، يعني ما هم برضو هيعملوا ايه يعني من ناحيتين. هو ده الكلام، لازم يتحط اطار تنفيذي والناس تتدرب عليه ويتحط خطوات 1 2 3، لان هم الموظفين مش جاهزين وكمان الآلية بالنسبه لهم مش واضحه. بالظبط، فبيحصل ايه، تسويف وتسويف وتسويف لغايه لما الناس يفتل حماسها ويقل. فلازم هيئه المجتمعات تحط الاليه بشكل واضح، خطوات واضحه مرتبه، ويتم تدريب العاملين عليها بشكل واضح ووضع مواعيد لتنفيذ الخطه دي كلها، تواريخ بالظبط، خطه زمنيه بالظبط، مساحات معينه مثلا يبتدي يتحط لغايه 200 متر قد كذا، لغايه 1000 متر قد كذا، لغايه فدان قد كذا، لغايه 50 فدان، مده محدده، والناس تقدم الاوراق اللي مطلوبه فيها ويتم، اللي مش هيقدم في الوقت ده هيؤجل لمده معينه، والموظفين يبقوا يعني الزملاء اللي بيقوموا بالمهمه دي يبقوا عارفين الخطوات والاوراق ويقدموها بشكل ايه يعني سريع، ويأدوها بشكل سريع، لان غير كده هنصل اللي بقول لك مأساة زي مأساة قانون التصالح اللي احنا الناس كلها بتنفذوش نتيجه التخاذل اللي حصل في التنفيذ وطالت المده للاسف، ومضطرين نمده مره كمان، واعتقد هيتمد مره كمان، لان مفيش حد متجاوب مع رغم اهميته وان الناس كانت محتاجاه ومنتظره ومنتظره سواء التصالح او التقرير، لكن التعامل بتاع الجهاز الاداري للدوله ما كانش بنفس كفاءه واهميه القرار الرئاسي او بالظبط. طيب احنا عايزين برضو يعني في نهايه مداخلتنا مع حضرتك، يعني لو في امكانيه ان حضرتك تقدم الملف ده لسياده الوزير او تكتب طلب استعجال ليه. لا طبعا هنتكلم مع سياده الوزير، والحقيقه برضو يعني اكثر الوزراء المتعودين واللي بيتفكروا في موضوع يعني الدكتور عاصم الجزار. طبعا وهنتكلم معاه في هذا الملف فورا. طب يا ريت يعني يا ريت حضرتك تقدم له طلب استعجال لتفعيل الموضوع، ونتابع مع حضرتك في الحلقه الجايه نشوف وصلنا لفين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا عبد الغني بيه، الف شكر ليك. اعزائي المشاهدين، زي ما شفنا النهارده دي مجموعه من مداخلات عشان نشوف احنا على ارض الواقع وصلنا لفين مع ملف التقنين. معانا هو كلام مع دكتور محمد عبد الغني عضو مجلس النواب وعضو لجنه الاسكان انه هيقدم ملف استعجال للسيد وزير الاسكان. المهندس عبد الرؤوف احد رؤساء الاجهزه ورئيس جهاز مدينه الشروق قال ان هو بالفعل ابتدى يتلقى طلبات وعنده طلبات في الفعل بيدرسها، بس الملفات حجمها كبير.
فبالفعل في تفاعل، احنا محتاجين بس نوصل لآلية تسرع من الخطى ومن العمل على أرض الواقع، وزي ما الدكتور محمد قال عايزين حاجة تسرع الحركة عشان الناس تتفاعل، وهي زي ما بيقولوا ايه يعني، والعميل لسه متحمس، نقدر ان احنا نستفيد كدولة في ظل وجود الكورونا وفي ظل وجود ان الناس تحمسها عالي، نقدر ان احنا نخلص مجموعة اكبر من المتحصلات المالية التي ممكن ان تصل الى الحكومة في هذا الجو. طبعا اعزائي المشاهدين احنا الوقت جري معانا بسرعة، ومعاكم الى ان نلقاكم السبت القادم العاشرة مساء، نترككم في رعاية الله وكل سنة وانتم طيبين.